الكرة إلى السيد مهدي باقر، وصلت إلى الجانب الأيسر، ومن خلال مبارتين ماضيتين الرفاع تعادل بدون أهداف واستطاع أن يفوز على الحد بهدف مقابل شيء في المباراة الأخيرة، والتي استطاع من خلالها أن يسجل حبيب إلى مواصلة اللعب عرضية داخل المنطقة مبعدة. بعد ذلك من جانب فريق الرفاع الشرقي رفاعية مرة ثانية، سيطرة تامة بالنسبة للرفاع على مجريات هذه المباراة. هل فيها لمسة يد في اللقطة الماضية؟ هل كان فيها خطأ؟ كرة مرتدة للرميحي، تدخل عبد الكريم فردان، الكرة تحتاج إلى إعادة في اللقطة الماضية. كانت المطالبة بركلة جزاء، الأحاديث الكثيرة التي أتت على طبعا ميل تمريرة خاطئة تعود مرة ثانية للمنتصف المرجان بانطلاقة، هي مرتدة للرفاع الشرقي، هذا يبحث عنه الرفاع الشرقي بكرة الآن في الطرف الأيسر، عبد الله عبدو تدخل سريع. والكل على مستوى مسابقة الدوري حضر في مناسبتين فقط منذ عام 2000، كرة أمامية سريعة مرتدة للرفاع الشرقي، فيها خطورة في الجانب الأيمن، راشد يتقدم، فيها تدخل، فيها وين؟ فيها على مستوى مسابقة الدوري حضر في مناسبتين فقط منذ عام 2000، كرة أمامية سريعة مرتدة للرفاع الشرقي، فيها خطورة في الجانب الأيمن، راشد يتقدم، فيها تدخل، فيها وين؟ فيها مبعدة، تحولت إلى الطرف الأيمن مرة أخرى إلى محمد سليمان، رضا السيد عيسى، رضاوي، خاطئة من سيد رضا، هي مرتدة للرفاع الشرقي، وهذا ما كان يبحث عنه بشكل كبير، تدخل الشيخ، وقد نشاهد بطاقة صفراء، لا والله فقط هي صافرة وخطأ على جاسم الشيخ، خطأ لمصلحة الرفاع ميلان. الراسية تتخلص لمصلحة محمد مرهون، انطلاقة من محمد يمتلك الكرة، جاسم مرهون يمرر لهزاع، الكرة مقطوعة وتأتي إلى عمر دعي، عمر دعي حول الكرة إلى الجانب الأيمن مرة ثانية، معادة إلى لويز فرناندو، لويز خليفة مرة ثانية في المنتصف، تحويل كرة هناك، تغيير جهة ملعب رائعة في الطرف الأيسر، معادة مرة ثانية من المرجان بينية ولكن مقطوعة. ثاني بلا شك من نجوم الفريقين، الأهداف غائبة بل الكرات الخطيرة غائبة تماما. كرة لرفاع الشرقي، قد نشاهد كرة أخيرة في هذا الشوط من جانب الرفاع الشرقي، الكرة عالية للأمام، الرفاع وصلت الجانب الأيمن، محمد مرهون عالية للأمام، تمريرة سريعة مقطوعة تعود مرة ثانية، تدخل من المرجان في الجانب الأيسر الآن، لمسة المرجان، الرفاع الشرقي بدأ ينشط بشكل أكبر في شوط المباراة الثاني، هذا اللي جاء بكرة في الجهة اليمنى وأضاع سامي الحسيني بفرصة من أمام المرمى، أطاح بها إلى خارج أرضية الملعب، أطاح بها إلى خارج أرضية الملعب إلى مصلحة الرميح. الآن الرفاع الشرقي يضرب الرفاع بالكرات المرتدة، والمحاولة خطيرة الآن الجانب الأيمن، لا زالت قائمة داخل منطقة الجزاء، تعود مرة ثانية الأفضلية للرفاع الشرقي بالكرات الخطيرة من خلال شوط المباراة الثاني، لا زالت موجودة الآن عالية إلى حارس المرمى. خليفة في المنتصف مرة ثانية، مقطوعة من أمامه، قد تكلف الكثير، رفاعية في الجانب الأيمن.
الأيسر خطيرة الآن، لا زالت لكن هي مقطوعة. الرفاع الشرقي بكرة مرتدة في المنتصف الآن إلى محمد الرميحي، الرميحي ينتظر الزميل، يبحث عن كرة جميلة في الجانب الأيسر، الخياط ماخذ له مكان، المحاولة لا زالت موجودة، المحاولة عالية للأمام، الكرة تعدي لكن مرت إلى منتصف أرضية الملعب. الرفاع الشرقي يهاجم من جانب سامي الحسيني، سامي يبحث عن التسديد. سيد بهدي، تغييرين هجوميين لعلي عاشور بدخول ماهير البحر وكذلك سانتوس في هذه اللحظات من زمن شوط المباراة الثاني. المرجان، انطلاقة من المرجان، المحاولة لا زالت موجودة، لا زالت فيها تقدم من المرجان، مجهود رائع من هذا اللاعب في المنتصف، يمتلك الكرة، تحولت إلى عبد الله عبدو، عبد الله يتقدم بكورته، فيها خطورة الآن لكن مقطوعة من أمامه. ومن سيغرق في بحر هذه المباراة فيما تبقى من زمن شوط المباراة الثاني؟ تعود مرة ثانية عالية للأمام، وصلت إلى محمد الرميحي، إلى المنتصف، حمد الدوسري، حمد الدوسري حول كرة إلى الأمام، كرة تمضي في المنتصف، مرة أخرى أمامية إلى سامي الحسيني، سامي يتقدم بكرة، سامي الآن داخل منطقة الجزاء، خطيرة الكرة الماضية، فيها خطيرة من محاولة خطيرة من العصفور، هذه المرة مقطوعة من أمامه، سريعة الآن لمحمد الرميحي، الرميحي يمتلك كرة، يبحث عن كرة بنفسه، هذه المرة الرميحي يمر بشكل رائع، يمر الكرة خطيرة لبدهوم داخل منطقة الجزاء. يا خليل البية بلا أهداف ما بين الفريقين، كرة في منتصف أرضية الملعب، مرة أخرى شمسان بشكل خاطئ سريع الآن، كادت أن تكون لمسة المباراة، حكم اللقاء يأمر باستكمال اللعب، تصل للرفاع الشرقي مرة أخرى بلمسة من حمزة خاطئة إلى رضا السيد عيسى، تدخل حمزة والكرة تمضي، حكم اللقاء يأمر باستكمال اللعب، تصل للرفاع الشرقي مرة أخرى بلمسة من حمزة خاطئة إلى رضا السيد عيسى، تدخل حمزة والكرة تمضي.